وبالتالي يبقى شغلنا الشاغل مع بعض لكي نكون نتحدث حديث
جاد على التمكين هو كيف نرفع كفاءة الشباب لكي يمكن عن كفاءة. عايز اتكلم طبعا احنا الوضع السياسي دلوقتي حاجة صعبة جدا. احنا حضرتك بدأت الكلام وقلت تعريف السياسة ان هي فن إدارة الاختلاف من اجل الصالح العام. احنا دلوقتي في طرفين مختلفين مع بعض. في طرف في السلطة وفي طرف كان في السلطة ودلوقتي مبقاش في السلطة. دلوقتي إدارة الاختلاف مفيش اختلاف. هو الطرف الثاني احنا بقى بيتقال عليه إرهاب. اللي بيتعاطف معاه حتى بيضطر وهو الطرف نفسه بيضطر. فكده مفيش طرف الاختلاف. هو كده طرف بيعزل. دي أول مرة. كمان بقى في لجوء للعنف بشكل رهيب. يعني يوم الحد 6 اكتوبر 50 واحد قتل بالاسف. كمان احنا الشعب نفسه بقى فيه كم خوف كبير جدا. الناس ما بقتش بتعبر عن رايها، الناس بتسكت. فاحنا عايزين كمان نعالج موضوع الخوف ده قبل ما نتكلم في السياسه. الحقيقه ان احنا ليس لدينا خلاف ما بين فئتين، وليس لدينا خلاف سياسي للدرجه الاولى. انا قلت حاجه وهعيدها تاني وهوضحها. احنا الخلاف اللي عندنا في مصر الحقيقه ما بين ماضي ومستقبل، ليس بين طائفه سياسيه وطائفه سياسيه اخرى، ولا ما بين ناس كانت في سلطه او ناس غيرها. واقع الحال ان احنا بعد 25 يناير عندنا عقليتين موجودين على ارض هذا الوطن. عقلية المستقبل بترى شكل مستقبل ودولة مستقبل وقيم مستقبل، وعقلية ماضي. أول حاجة اترسمت في شكل عقلية المستقبل أو اتسكر باسم عقلية المستقبل علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الفرد بالدولة. مش قيل في الميادين الشعب يريد؟ الشعب يريد ده شعار مركب جدا. الشعب يريد حصل معناه أن الشعب قرر لنفسه ما يريد، ثم الشعب يقود لأنه نزل وقاد في الميادين نحو إسقاط ما لا يريد. وتحول الأمر بعد شوية إلى شعار مركب ينتهي بالشعب يحكم. هذه العلاقة الجديدة هي علاقة المستقبل. أي عقلية أخرى كانت في نظام أسبق سطع أو في نظام سابق سطع، أول ما تبدأ أنها تعمل ضد هذه المعادلة مرة أخرى، لأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليس هناك شعب يريد وحاكم يطبق هذه الإرادة أو يستشرف هذه الإرادة، يبقى احنا في عندنا صدام حاصل. يبقى احنا حقيقة الأمر إن أي حد كان أو لا زال يريد إعادة إنتاج الاستبداد من أيا كان موقعه، الاستبداد ليس حكرا على السلطة فقط. الاستبداد قد يكون في السلطة وقد يكون في المحكوم ذاته. فكرة رغبتي في أن أنا أملي إرادتي على مجتمع هذا نوع من أنواع الاستبداد بغض النظر عن مكاني. وبالتالي هناك مسيرة مستقبل واضح هذا الشعب أراد أن يتحرك إليها من 25 يناير وما يليها. وأول حاجة حب يغيرها فيها كانت علاقة الحاكم بالمحكوم كما أشرنا. لما حد حب يلتف على هذه العلاقة سقط من أراد أن يلتف. وبالتالي الصراع الدائم وحيفضل عندنا الفقر في شكل حرب استنزاف هو علاقة زي ما قلنا حرب ماضي مع مستقبل، وليس فصيل مع فصيل، ولا دولة مع ناس في هذه الدولة. الأمر الآخر إن فكرة الحجر على الرأي أو قلة القدرة على التعبير أنا قد أختلف في هذا، بس إحنا عايزين نتفق على فكرة أن هناك حق أو زي ما يكون في عندنا حق وسلطة. زي ما في تعسف في استخدام السلطة في تعسف في استخدام الحق. والحرية تنتهي عند بداية مساحة حرية أخرى. إيه التهديدات؟ نسمع يا جماعة لأن ده أهم حاجة بتجمع كل الفكر. إيه هي القوة في مصر؟ إيه الضعف؟ إيه الفرص؟ إيه التهديدات؟ اتفضل. أعتقد قوتنا الحقيقية في أمرين. أولاً في استعادتنا لإنسانيتنا مرة تانية، وهي الارتباط الشديد بفكرة الحرية والعدل والكرامة. ثم الأمر الثاني هو الإصرار أننا لدينا وطن واحد
ومصير واحد هذا الوطن اسمه مصر، ولا توجد له تأويلات أخرى. الضعف يأتي حين نتصور أننا يعني ليس لنا في الأمر شيء، أن الأمر يؤتى أننا مفعول بنا ولسنا فاعلين. التصور أننا ليس لدينا إرادة، وهذه الإرادة هي إرادة منتجة، ليست فقط إرادة بمعنى أننا أتمنى ما أريد، ولكن أنا أعمل في اتجاه ما أريد منتجا. إذا فهمت هذا خطأ فده بالنسبة لي منتهى الضعف. الفرصة هي أننا في لحظة زي ما قلنا الدنيا كلها بتتغير، والقوة ليست بالضرورة موجودة في من لديه موارد فقط، وبلكم بدولة لها موارد، أنتم أحد أهم مواردها، موقعها موقع متميز جدا في العالم، قد لا توجد فيها بعض الثروات، ولكن العقل الإنساني هو أعلى هذه الثروات. إذا استطعنا أن نعمل على هذه الفرصة بجدية وعلى تأهيل أنفسنا، سوف هناك فرصة عالية جدا في المستقبل. التهديد أن نبقى نتمنى ونتمنى وألا نعمل، هذا سيكون نهاية أي أحد يحلم أحلام يلتزم.